بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملك المملكه المغربيه بمناسبه ذكرى ثوره الملك والشعب. عبر سموه فيها عن صادق تهنيه وتمنياته لجلالته بوافر الصحه والسعاده ولشعب المملكه المغربيه الشقيق كل النماء والازدهار في ظل قياده جلالته الحكيمه. مشيداً سموه بمتانة العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة الأصعدة